نجي هلا للصفحة رقم 9، بدنا نشد شوي على الزايد. الله، نحن حكينا سابقا انه لما يكون عندي A على B هذا عبارة عن كسر. اذا شو اسمه هذا كسر؟ ال A هي بسط وال B هي مقام. اليوم نحن حناخد العمليات على الكسور. لما يكون عندي كسر زائد كسر، عم بجمع كسر زائد كسر. انا ما بقدر اجمع كسر زائد كسر الا اذا كان المقام نفسه، لازم يكون المقام نفسه، ساعتها بجمع البسط مع البسط. نشوف مثلا اذا كان عندي 3 على 7 زائد 2 على 7، هلا منلاحظ انه هون المقام نفسه، معناته شو لازم اعمل انا؟ لازم اجمع المقام الناتج بيكون المقام نفسه اللي هو 7، وبجمع البسط مع البسط بيطلع عندي 5. هذا الحكي نفسه بالنسبة للطرح. فمثلا اذا كان عندي 3 على 7 ناقص 2 على 7، فبشوف انه المقام نفسه، فالناتج بيكون المقام 7، وبطرح هلا البسط ناقص البسط، 3 ناقص 2 بيطلع معنا جواب 1. تمام؟ اما اذا كان عندي المقام مو نفسه، مثلا عندي 1 على 2 زائد 1 على 3، فبشوف المضاعف المشترك الاصغر للمقامات حتى اقدر وحد المقام. شو يعني مضاعف مشترك؟ تعالوا نشوف الاثنين شو مضاعفات الاثنين. 2 4 6 8 10 الى اخره. الثلاثة شو مضاعفاتها؟ 3 6 9 الى اخره. فالمضاعف المشترك الاصغر هو المضاعف المشترك موجود بالاثنين والثلاثة، واصغر مضاعف لانه في مضاعف تاني حيكون مثلا 12 مضاعف للاثنين والثلاثة، بس انا بدي الاصغر. لذلك شو بعمل؟ اللي بعمله بضرب هاد لحتى يصير 6، بضرب هاد بثلاثة. اذا بضرب هاد بثلاثة وبضرب هاد باثنين، وقت اضرب هاد بثلاثة بصير معي 3 على 6، وقت اضرب هاد باثنين بصير معي 2 على 6. هلا انا الشيء اللي عملته اني عملت توحيد مقامات، فالمقام صار مشترك، يعني الناتج بيكون مقامه 6. هلا بجمع البسط مع البسط فالجواب بصير 5 على 6. نشوف مثال تاني. مثلا اذا كان عندي 1 على 2 ناقص 1 على 3، هلأ العملية ناقص نفس الشيء، لازم واحد المقامات، بشوف المضاعف المشترك الأصغر لاثنين وثلاثة هو 6، إذا بضرب هاد باثنين وهاد بثلاثة، إذا هاد ضربته بثلاثة وهاد ضربته باثنين، فبصير معي إذا أنا اللي بضربه بضرب البسط وبضرب المقام، بصير معي 3 على 6 ناقص 2 على 6، إذا ضربت البسط والمقام هون بثلاثة وهون باثنين، فصار عندنا هلا المقام مشترك، يعني بصير معي 3 ناقص 2 على 6 يساوي 1 على 6. نجي لمثال تاني، 3 على 5 ناقص 1 على 2 يساوي قديش؟ هلا منلاحظ انه المقام ماله مشترك، فشو لازم اعمل؟ لازم تساوي عملية توحيد مقامات، فبضرب هاد باثنين وبضرب هاد بخمسة، فبصير معي 2 اذا بضربها بالبسط وبالمقام، بصير معنا 6 على 10 ناقص 5 على 10. هلا اللي بساوي صار عندي المقام مشترك، 6 ناقص 5 1 على 10. هذا الحكي تشوكوزا. خلونا نشوف مثال تاني. اذا كان عندنا 2 على 3 زائد 1 على 2 ناقص 1 على 6، شو المضاعف المشترك الأصغر لثلاثة واثنين وستة؟ 6. لذلك بضرب هاد باثنين وبضرب هاد بثلاثة وبضرب هاد بواحد، يلي بساوي هلا إذن بصير معي 4 على 6 زائد 3 على 6 ناقص 1 على 6. هلا صار المقام المشترك 6، شو بساوي؟ بجمع 4 مع 3 7 ناقص 1 6، 6 على 6 فالجواب 1. مثال تاني، إذا كان عندي 3 على 4 ناقص 6 على 5 زائد 1 على 3، شو المضاعف المشترك الأصغر للأربعة والخمسة والثلاثة؟
مضاعف المشترك الأصغر هو 60. وش دراك استاذ؟ وش دراك؟ شوف عزيزي الطالب، حنوقف شوي صغيرة لنحكي عن شغلة اسمها المضاعف المشترك الأصغر. المضاعف المشترك الأصغر، أغلب الطلاب ما بتعرف شو يعني مضاعف مشترك أصغر. لما يكون مثلا عندي أنا عددين مثلا 5 و7، تمام؟ شو مضاعفات الخمسة؟ تعالوا شوف مضاعفات الخمسة. 5، أول شيء 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35. إلخ. شو مضاعفات السبعة؟ 7، 14، 21، 28، 35. إلخ. فمنشوف إنه المضاعف المشترك هذا مضاعف مشترك وبنفس الوقت أصغر. ليش؟ لأنه في مضاعف تاني لقدام هو 70، هذا مضاعف مشترك بس ما له أصغر. أصغر مضاعف هو 35. طيب أستاذ، هلأ أنا بدي بالامتحان أعمل هيك، لاقي لنا طريقة. ها، سألاقي لكم طريقة شثير حلوة. شنو هي؟ قال هذا يا سيدي، مثلا نفترض عندي 24 مثلا ومثلا 15، تمام؟ عندي هدول العددين 24 و 15، شو المضاعف المشترك الأصغر لل 24 وال 15؟ قال شو بساوي؟ في عنا شغلة اسمها الأعداد الأولية، حكينا عنها تقريبا بأول درس. الأعداد الأولية شو هي الأعداد الأولية؟ الأعداد الأولية هي الأعداد يلي بتقبل القسمة على حالة وعلى الواحد فقط. مثلا 2 عدد أولي، 3 عدد أولي، 4 ما له عدد أولي لأنه بيقبل القسمة على 2، 5 عدد أولي، 7، وهكذا 11 إلى آخره. إذن هي هي الأعداد الأولية. فلحتى أوجد المضاعف المشترك الأصغر يلي بساويه إني بقسم الـ 24 على أصغر عدد أولي هو الـ 2، يقبل القسمة بيطلع معي 12. رد بقسم على أصغر عدد أولي بيطلع معي 6. رد بقسم على عدد أصغر عدد أولي 3. بقسم على عدد أصغر عدد أولي اللي هو الاثنين ما بيتقسم، بنتقل للعدد الأولي اللي بعده اللي هو الثلاثة. 3 تقسيم 3 1، متى ما وصلت للواحد بوقف. شو عملت أنا هلا؟ حللت الـ 24 لعوامل الأولية، 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 3. هلا شو بعمل؟ اللي بعمله الـ 15 بقسمها أو بحللها العوامل الأولية، بيجي بقسم، بحاول أقسم 15 على 2، يقبل؟ لا، بنتقل للعدد الأولي اللي بعده 3، يقبل القسمة بيطلع معنا 5. هلا 5 بيجي بقسمها على 3، تقبل القسمة؟ لا، فبقسمها على العدد الأولي اللي بعده بيطلع معي 1. إذا وصلت للواحد معناتها الـ 15 عوامل الأولية هي 3 ضرب 5. إذا حللت الـ 24 لعوامله الأولية 2 2 2 3 و 15 هو 3 ضرب 5. طيب شلون بأوجد المضاعف المشترك؟ قال أول بشي بشوف العامل الأولي المشترك اللي هو 3، بكتبه مرة واحدة. كل شي مشترك بكتبه مرة واحدة. هلأ بشوف غير المشترك، شو هو غير المشترك؟ 2 2 2 5، بضربهم هلا ببعض. 3 ب 5 15 ضرب 6، مين بيلعب تريكس؟ 15 ضرب 6 90. فبستنتج انه المضاعف المشترك الاصغر لل 24 وال 15 هو 90. تمام، نرجع لهون لهذا المثال.
عندي 3 على 4 ناقص 6 على 5 زائد 1 على 3. قال هذا يا سيدي بدي مضاعف المشترك الأصغر للأربعة والخمسة والثلاثة. تعال نشوف، الأربعة فعليا هي 2 ضرب 2، الخمسة مثل ما هي بتضل لأنه هي أساسا عدد أولي، الثلاثة كمان هي عدد أولي، فشو بعمل؟ باخد الشيء المشترك، ما في شيء مشترك، معناتها مباشرة المضاعف المشترك الأصغر هو 2 ضرب 2 ضرب 5 ضرب 3 يعني 60. فالمهم إذا المضاعف المشترك الأصغر للأربعة والخمسة والثلاثة هو 60، تمام؟ الأربعة بقديش لازم أضربها لحتى تصير 60؟ 15. الخمسة بقديش لازم أضربها؟ 12. والثلاثة قديش لازم أضربها؟ 20. فبصير معي إذا بضرب ال 15 بالبسط والمقام بصير معنا 45 على 60 ناقص 12 ضرب 6، هلا 12 ضرب 5 60 يعني و 6 72 على 60 زائد 20 على 60. هلا صار المقام نفسه. المهم 45 ناقص 72 زائد 20 بيطلع معنا الجواب ناقص 7 على 60. تمام؟ شو كنا عم نحكي هون نحن؟ 3 ضرب 5 15، 15 ب 8 هي، 15 ب 8 مو ب 6 ايش دبل استاذ؟ 15 ب 8، مين بيلعب تريكس؟ 15 ب 8 قديش؟ 120، إذا 120 مضاعف المشترك الأصغر مو 90. 2 ضرب 2 ضرب 2 8 مو 6 اجداب. مهم فهمتوا لهذا التمرين؟ شوف تمرين تاني. اذا 2 على 5 ناقص 8 على 3، بضرب هاد ب 3 وبضرب هاد ب 5، فبصير معنا 6 على 15 ناقص 5 ضرب 8 40 على 15. 6 ناقص 40 قديش بيطلع معنا؟ ناقص 32 على 15، 34 عفوا شو بدكم على 15، 40 ناقص 6 34 على 15. طيب شوف اخر مثال اخر، زائد 2 زائد 1 على 4. هلا هون عندي عدد زائد كسر، قال وقت ما بيكون في مقام معناته المقام واحد، فبضرب هاد بأربعة وبضرب هاد بواحد بصير معنا 8 على 4 زائد 1 على 4، فالجواب 9 على 4. مثال تاني، 3 ناقص 1 على 3، قلنا وقت ما بيكون في عندي مقام معناته المقام واحد، فبضرب هون بثلاثة وبضرب هون بواحد، هلا بصير معنا 9 على 3 ناقص 1 على 3، 9 ناقص 1 يعني 8 على 3. طيب إذا نحن وقت بيكون عندي كسر زائد كسر أو ناقص كسر فلازم أعمل عملية توحيد مقامات. طيب إذا لا كان زائد ولا كان ناقص، إذا كان ضرب مثلا عندي A على B ضرب C على D ضرب، إذا باليوز النقطة هي ضرب، فبهالحالة أنا بضرب البسط بالبسط والمقام بالمقام بصير معنا A ضرب C على B ضرب D، إذا A ضرب C على B ضرب D. شوف مثال، مثلا إذا كان عندي 3 على 7 ضرب 2 على 5، إذا عندي كسر أنا ضرب كسر، فاللي حعمله أني حأضرب البسط بالبسط، 3 ضرب 2 6، وحأضرب المقام بالمقام، 7 ضرب 5 35. مثال تاني، عندي 1 على 3 ضرب 2 على مثلا 9، بضرب هلا البسط بالبسط 2، 1 ضرب 2 2، 3 ضرب 9 27.
ضربت المقام بالمقام. لكن عزيزي الطالب، وقت بيكون عندك انت مثلا 6 على 5 ضرب 12 على 4، لاحظ هون انه انا قبل ما اضرب فيني اعمل عملية اختزال او اختصار. لاحظ انه ال 12 فيني اقسمها على 4 فبيطلع عندي 3 والمقام بيصير 1. تمام؟ اذا 12 و 4 قسمت على 4، 12 تقسيم 4 3 و 4 تقسيم 4 1. هلا بضرب البسط بالبسط، 6 ضرب 3 18 و 5 ضرب 1 5. مثال ثاني، اذا كان عندنا 2 على 5 ناقص 8 على 3 ضرب 6 على 4. لاحظ هون انه عندي ضرب وطرح. مين طبعا الاولويه لمين؟ قلنا نحن الاولويه بالعمليات للضرب والقسمه بعدين الجمع والطرح. لذلك الضرب اقوى من الطرح. فالشي اللي بساويه هلا اني لازم اعمل عملية ضرب. بس قبل ما اعمل عملية الضرب قال انا فيني اختزل الثمانية مع الاربعة. اذا بيحق لي بعملية الضرب اختزل بين هذا الكسر وهذا الكسر لانه في ضرب بيناتهم، فبصير هون 2. وبيحق لي اختصر 6 مع الثلاثة كمان بصير هون 2. طبعا المقامات 1. يعني بصير عندي 2 على 5 ناقص 2 ضرب 2 4 على 1. هلا بضرب هاد بخمسة وبضرب هاد بواحد فبصير معنا 2 ناقص 20 على 5. 2 ناقص 20 فالجواب ناقص 18 على 5. برافو عليكم أعزائي الطلاب، خليكم هيك عم تشاركوا. طيب إذا الضرب لاحظنا إنه عملية الضرب كتير بسيطة. وقت أضرب أنا كسر بكسر فأنا بضرب البسط بالبسط والمقام بالمقام شوكولاي. لكن إذا كان عندي عملية قسمة A على B تقسيم، إذا نقطين فوق بعض تقسيم C على D، إذا عم أقسم كسر على كسر، شو بعمل؟ بخلي الكسر الأولاني مثل ما هو والقسمة بحولها لضرب. السي على دي بتصير دي على سي. هلا بضرب الاي بي دي وبضرب البي بي سي. اذا القسمه حولتها لضرب وقلبت الكسر الثاني، وبعدين هلا بضرب البسط بالبسط والمقام بالمقام. مثلا خلونا نشوف المثال التالي. إذا كان عندي 20 على 3 تقسيم 15 على 6 يساوي قديش؟ طالما عندي تقسيم فأنا بخلي الكسر الأولاني مثل ما هو والقسمة بحولها لضرب. الكسر الثاني بيتشقلب بصير 6 على 15. هلا 6 مع 3 بيختصرها بصير عندي هون 1 وهون 2. قسمت على 3. العشرين والخمستاش فيني أقسمهم على 5 فبصير عندي هون 4 وهون 3. هلا شو صار عندي؟ 4 ضرب 2 8 و1 ضرب 3 3 فالجواب 8 على 3. السؤال بعده، إذا كان عندي 12 على 5 تقسيم 6 على 15 ناقص 3 على 2 يساوي قديش؟ إذا ملاحظ إنه هاي القسمة لازم تتحول لضرب، بصير عندي 12 على 5 ضرب 15 على 6 ناقص 3 على 2. هلا بختصر 15 مع 5 بصير عندي 3، بختصر 12 مع 6 بصير عندي 2، وطبعا المقامات 1. 2 ضرب 3 6 على 1 ناقص 3 على 2. بضرب هون ب 2 وبضرب هون ب 1. إذا بصير معنا 12 ناقص 3 على 2، 12 ناقص 3 على 2 يعني 9 على 2. دعونا نرى المثال اللي بعده. إذا كان عندي 2
على 3 على 4 على 15. هذا المثال حلو. قال هذا يا سيدي نحن وقت يكون عندنا كسر كبير وعندي كسر صغير وكسر صغير، يعني البسط عبارة عن كسر والمقام عبارة عن كسر. قال فيني اختصر من البسط مع البسط، بسط البسط مع بسط المقام، فيني اختصر من بسط البسط مع مقام البسط، وفيني اختصر من مقام البسط مع مقام المقام، وفيني اختصر من بسط المقام مع مقام المقام. يا سلام. قال فيني اختصر الاثنين مع الاربعة، بصير هون عندي واحد وهون عندي اثنين. فيني اختصر هلا الواحد مع الخمستاش، الثلاثة مع الخمستاش، بصير هون عندي واحد وهون عندي خمسة. هلا في عندي سياسة اسمها البعيد مع البعيد والقريب مع القريب. يعني بصير عندي واحد ضرب خمسة على واحد ضرب اثنين، او هي نفسها واحد على واحد وبقلب المقام الثاني، يعني بصير خمسة على اثنين. سؤالي بعده، اذا كان عندي اربعة على خمستاش على ثمانية على عشرين، قال هذا يا سيدي بختصر الاربعة مع الثمانية بصير هون عندي واحد وهون عندي اثنين، بختصر 15 مع 20 بصير عندي هون 3 وهون 4، اذا قسمت ال 15 وال 20 على 5. شو صار عندي؟ يعني صفي عندي 1 على 3 على 2 على 4. هلا رد بختصر ال 2 مع ال 4 بصير عندي 1 على 2. هلا بضرب البعيد مع البعيد والقريب مع القريب، فبصير عندنا 2 على 3. طيب نشوف مثال تاني. إذا كان عندي 12 على 20 على 4 على 10 زائد 24 على 20 على 8 على 15 يساوي قديش؟ قال لي بعمله إني بختصر 12 مع 4 قبل ما أجمع، لازم أعمل اختصارات. 12 مع 4 بيصفى عندي 3، 20 مع 10 بيصفى عندي 2، وهون 1 وهون 1. ال 24 فيني اختصر على 8 بصير عندي هون 3 وهون 1، 20 مع ال 15 بختصره بصير عندي هون 4 وهون 3، فبصير عندي 3 على 2 زائد 3، هي بتطلع من عند 3 بصير عندي 9 على 4. هلا شو لازم اعمل؟ لازم اوحد المقامات، بضرب 2 هون فبصير معي 6 زائد 9 على المقام المشترك اللي هو 4 6 زائد 15 على 4. طيب شوف مثال ثاني. اذا كان عندنا 18 على 5 على 12 على 10 ناقص 6 على 15 تقسيم 8 على 10. شو هو كوزال؟ هلا ال 18 فيني اختصرها مع ال 12 على 6، فبصير هون عندي 3 وهون عندي 2. ال 5 مع ال 10 فيني اختصرها بصير عندي هون 1 وهون 2. هلا بختصر 2 مع 2، المهم من هالمعركة كلها ما صفي غير 3، ناقص ال 6 على 15 خلوه على حاله وخليني اقلب الكسر الثاني مع تحويل عملية القسمة لضرب. هلا ال 10 مع ال 15 فيني اقسمها على 5 بصير هون 3 وهون 2. ال 6 مع ال 8 فيني اختصره على 2، فبصير عندي هون 3 وهون 4. 3 مع 3 بتروح، و 2 مع ال 4 بتروح بصفى عندي 1 وهون 2، يعني صار عندي 3 ناقص نص. فالجواب بعد توحيد المقامات شلون بوحد بسرعة؟ بقول 2 ضرب 3 6 ناقص 1 5 على 2. طيب نجي هلأ
للمعادلات. نحن حكينا بالنسبة للدورتين حكينا يعني عن المعادلات، حل معادلة من الدرجة الأولى. لذلك هلأ مباشرة حناخد أمثلة. نحن بالصفحة 10 بكتاب بوزا. مثال أول، إذا كان عندي 2x ناقص 5 يساوي 13، أوجد قيمة x. قال بنقل ناقص 5 للطرف الثاني، بصير معي 2x يساوي 13 زائد 5. إذا نقلت ناقص 5 للطرف الثاني فصارت زائد 5، بصير معنا 2x يساوي 18، معناتها الx يساوي 18 على 2. إذا هلأ شو بعمل؟ بقسم على أمثال الx، فالجواب 9. مثال تاني، إذا كان عندي 3x زائد 2 يساوي زائد 2 إذا يساوي 11. يلي بعمله إني بنقل الناقص 2، طبعا هو شو بده؟ بده قيمة الx. بنقل زائد 2 للطرف الثاني فبتصير ناقص 2. لهلأ عم حل بالتفصيل، قريبا ما عاد حل بهالتفصيل، فبصير معنا 3x يساوي 9. هلأ بقسم على أمثال الx، فبصير معي x يساوي 9 على 3 يساوي 3. شوف السؤال اللي بعده، 2x ناقص 8 يساوي 6 زائد x، أوجد قيمة x. هلأ لازم أنا أحط المجاهيل بطرف والمعاليم بطرف، خلوني أنقل الزائد x لهذا الطرف، فالاثنين x ظلت على حالها، زائد x لأني نقلتها للطرف الثاني فصارت ناقص x يساوي هالناقص 8، خلوني أنقلها لهذا الطرف فبتصير زائد 8. 2x ناقص x يعني x، 6 زائد 8 فجواب 14. مثالي بعده، قال إذا كان عندي 3x زائد 2 يساوي 17 ناقص 2x، أوجد قيمة x. قال بنقل ناقص 2x للطرف الثاني وبنقل زائد 2 لهذا الطرف، فبصير معنا 3x زائد 2x يساوي 17 ناقص 2. 3x زائد 2x يعني 5x، 17 ناقص 2 يعني 15، وقسموا على أمثال الx فبصير معي x يساوي 15 على 5 يساوي 3. طبعا كل شيء أمثلة بالصفحة رقم 10 ما بحلها فهي وظيفة، واللي ما بيبعت لي الوظيفة قبل درس بكرة عليه 5 ليرات. إذا مفكريني عم بمزح فأنا ما عم بمزح يا ابني، أنا بدي أقبر الفقر. السنة الماضية حاولت أقبره من أبر معي أبرني، فهالسنة ناوي أقبره للفقر. تمام؟ إذا اللي ما بيحل الوظيفة بكرة من هون لبكرة زائد 5 ليرات. كل شيء أمثلة ما عم بحلها بصفحة 10 فهي وظيفة. مهم، مثالي بعده، قال إذا كان عنا 3x ناقص 4 يساوي 2x زائد 5 ضرب ناقص 2 من كتاب بوزا. نحن عم نحل من كتاب بوزا، فشو بعمل هلأ؟ بنقول 2x لهذا الطرف فبصير معي 3x ناقص 2x، وبنقل ناقص 4 للطرف الثاني، 5 ضرب ناقص 2 ناقص 10، ناقص 4 نقلتها للطرف الثاني فزارت زارت صارت زائد 4. 3x ناقص 2x يعني x، ناقص 10 ناقص 10 زائد 4 يعني ناقص 6. سؤالي بعده، x ناقص 8 ناقص 2 ضرب ناقص x يساوي x زائد 2، أوجد قيمة x. بصير معنا x ناقص 8 بضل على حالة، ناقص 2 ضرب ناقص x بتصير زائد 2x يساوي x زائد 2. بطيخة مع بطيخة بتروح، بيروحوا مع بعض، مو مصدق والله العظيم بيروحوا مع بعض، لأنه إذا نقلتها هي للطرف الثاني بتصير ناقص x، و x ناقص x بيروحوا مع بعض. هلا بنقل ناقص 8 للطرف الثاني فبصير معي 2x يساوي 2 زائد 8، يعني 2x يساوي 10، معناتها الx يساوي 10 على 2 ويساوي 5. آخر مثال في هذا الصدد،
3x زائد 2 ناقص ناقص x يساوي 2x ناقص 4. قال 3x بتضل على حالها مبدئيا. خلوني هلا زائد 2 خلوها شوي على حالها لانه حنقلها الطرف الثاني. ناقص بالناقص بصير زائد x. هلا ال 2x حنقلها لهالطرف فبتصير ناقص 2x ناقص 4. بنقول زائد 2 للطرف الثاني بتصير ناقص 2. 3x زائد x يعني 4x ناقص 2x يعني 2x ناقص 4 ناقص 2 يعني ناقص 6. معناتها الاكس يساوي ناقص 6 على 2 يعني ناقص 3.